السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راح نكمل في شرح مادة القضايا والاتجاهات. هنحكي اليوم إن شاء الله عن موضوع الاستراتيجيز to change public image of nursing. في عندنا استراتيجيات، بعض الاستراتيجيات عشان نغير الصورة العامة للتمريض، وعارفين احنا نظر المجتمع للتمريض وللممرضين نظرة دونية ونظرة سلبية، يعني نوعا ما تمام، لأنه اليوم تحسنت نوعا ما أفضل من أول. بس في عندنا في البداية هنبدأ في عوامل، هذا مش في الكتاب موجود ولا في السلايد، كان دكتور ضيف عنده فاكتورز، عوامل كان كان كونتريبيوت، بتساهم تو لو سوشيال ايمج، عوامل بتساهم في خفض الصورة المجتمعية للنيرسز، للممرضين وللمهنة تحت التمريض. أول عامل عندنا مهم هو هيراركال استراكشر، الهرمية في المؤسسة بين الممرض والطبيب، انه الطبيب ده مسؤول والممرض تابع. لما الناس تشوف الطبيب هو المسؤول والممرض مجرد تابع، هي بتقلل من قيمة التمريض وقيمة الممرض، فهي ايش الهرمية في المؤسسة. اثنين، جندر بايس، التحيز الجنسي، بتلاقي انه قلنا معظم التمريض في ميل، 95% من الممرضات هم في ميل، وطبعا الطب الدكاترة اغلبهم ميل، فدائما المجتمع تنظر للفيميل انه هي يعني ما تشتغلش وما تعملش وكذا واشياء زي هيك، فهذا عمل انه يقلل من التمريض. ثلاثة، هذا اهم واحد يمكن، الرول اوف ميديا، دور الاعلام. الاعلام يا جماعة الخير هو اليوم يعني بوصل فكرة المجتمع، هو اللي ممكن يخليك فوق ويخليك تحت تمام. الاعلام ممكن يحل صوتك وممكن يشنعها، فالاعلام له دور كبير ومهم جدا. طيب نيجي للإيمج، إيش تعريف الإيمج؟ الصورة، إيش يعني إيمج؟ قال لي is defined as a picture، الإيمج هي picture، صورة أو concept، مفهوم with moral or less likeness to an object، يعني هي صورة أو مفهوم مع إشي، يعني هو مفهوم معنى أو أقل تشابها، less likeness، أقل تشابها to an object، مع الصورة نفسها. فهو الإيمج الصورة، أو هذه هي تعريفها picture أو concept، مفهوم with moral or less likeness، سواء كانت هي الصورة بشكل ممتاز بتبينك أو تبينك بشكل تاني أو شبيه منك، هذه هي الإيمج. أوكي، جماني أناليست اللي هو المحللين، العلمي المحللين، ريفير بيشيروا إنه shortage of nursing، يعني قصور التمريض أو قلة عدد الممرضين، to the public image of nursing، هو من احدى اسباب النظرة السلبية للمرضين. لما يلاقوا المجتمع ان المرضين في القسم عددهم قليل، لما تلاقي مثلا لكل 20 مريض 4-3 ممرضين، هذا بيقلل من قيمة التمريض. increase or decrease the number، زيادة او قلة عدد الجراديويت نيرس، الخريجين الممرضين، زادوا او قلوا، او لنيو كوليج ستودنت، او طلاب طلاب التمريض، زادوا او قلوا، هذا كود انديكيت، هو مؤشر للبابليك ايمج اوف نيرسينج. لما اشوف انا عدد الخريجين زادوا، الطلاب تبع التمريض زادوا، اذا في عندنا مؤشر ايجابي في المجتمع، اذا قلوا فهذا بيدل على نظره سلبيه للمجتمع تمام. هي اكزامبل عندنا هنا، مثال نمبر اوف كوليج ستودنت، عدد طلاب التمريض، ديكريز، قل من 8% الى 4% في 1980. ففي اليو اس اي، في امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه، عدد الممرضين بيسجلوا في الجامعات الطلاب قل، كان في سنة من السنين 8% 8.5، صار 4، فقل النص. another example، مثال آخر، could be the number of student ايش enrolled، عدد اللي هو الطلاب student enrolled، المسجلين in the nursing college in the Palestine especially في مين، يلي عدد الطلاب التمريض اللي مسجلين في التمريض في فلسطين خاصة الإناث. قال لك الدكتور كان زمان 4 طالبات فقط مقابل أكثر من 20 طالب، لكن هذا زمان، فالنظرة السلبية كانت 4 طالبات مقابل أكثر من 20 طالب، لكن اليوم عندنا مئات وألاف الطلاب، والبنات الفيميل أضعاف أضعاف الميل، تحسن الصورة شوية. قال لي before we هي مهمة جدا جملة، before we look at the public image of nursing، قبل ما ننظر لنظرة المجتمع للتمريض، يقول لك ايش تعمل؟ we should know، لازم احنا نعرف will our image about nursing، ايش صورتنا عن التمريض؟ اصلا احنا الممرضين احنا يمكن شوهنا سمعته، واحنا اللي كرهنا الناس فيه، اصلا احنا بنكرهه، احنا عندنا صورة سلبية عنه. فقبل ما انت تشوف نظرة المجتمع لك، شوف انت كيف بتنظر لمهنتك وللتمريض. The image changed، الصورة عن التمريض تغيرت from time، من وقت معين. As example the image between، ما بين
ال 1875 الى 1919 was considered اعتبرت هاي الفتره اعتبرت انه النيس المماطل انجل اوف ميرسي كزاويه رحمه او ملائكه الرحمه ملك الرحمه، فتغيرت وتحسن صوت المماطلين واصبحوا كملائكه الرحمه. في النهايه ميديا بيرسبكتيف اون نيرسينج، ميديا بيرسبكتيف المنظور الاعلامي في التمريض، يعني ما هي نظره الاعلام للتمريض. قال لي كايند اوف انفورميشن، نوع المعلومات بروسبكتيف ستودنت، نوع المعلومات ايش يعني بروسبكتيف؟ بروسبكتيف مؤهل، ستودنت طلاب، طلاب مؤهلين للجامعه زي تعاون التوجيه مثلا. فقال لي نوع المعلومات المقدمه، قال لي ريسيف، التي تلقاها الطلاب الثانويه ثرو ذا ميديا، من الاعلام، الاعلام له دور كبير في توعيه الطلاب الثانويه ايش يدخل في الجامعه. قال لي وات ذا ريد ان وات ذا ريد ان نيوز بيبر، ايش بيقرا هم في الايش في النيوز بيبر اند بوكس في الكتب ذات كونتريبيوت تو ذير امبريشن اوف نيس. قال لي ايش هم بيقراوا في الكتب وفي المجلات وفي الاعلام هذا راح يساهم في نظرتهم واعتبارهم عن التمريض. قال لي ستيريوتايبنج، النظره النمطيه هي الجريت ايش اوبستكل، العقبه الكبرى تو ذا اكوريت بورتريل of nurses on television. قال العقبة الكبرى أمام البورتريل، أمام التصوير الدقيق، قال لي على شاشة التلفاز. فشاشة التلفاز التلفزيون هو في الأفلام والمسلسلات والإعلام يبين لك إنه المرض هيكون بشكل تاني وسيء. فقال لي stereotyping هي the great obstacle، العقبة الكبرى to the accurate pro ايش بوذ ترايل، للتصوير الدقيق لمين؟ للممرضين، هو على التلفاز. هذه نظره نمطيه وهي عقبه كبيره. فينا افكت اوف نيجاتيف بابليك ايمج اون نيرسينج، ما هي الافكت، تاثيرات النيجاتيف بابليك ايمج، النظره السلبيه للمجتمع عن التمريض. ايش تاثيراتها لما المجتمع ينظر للتمريض نظره سلبيه؟ ايش تاثير هذه؟ قال لي ديستور، تشوه وتشوه البابليك كونسبت، المفهوم العام المجتمعي عن التمريض، اند رينفورس، وتعزز اون اوت موديل ليجاسي اوف بليف، وتعزيز الارث او التراث ايش النموذجي للبليف المعتقدات اند اكسبكتيشن للتوقعات اند مايوث والاساطير حول التمريض. فهي قال لك انه تاثير نظر السبيل للمجتمع عن التمريض بتدمر وتشوه المفهوم العام للتمريض، وتشوه تعزيز التراث النموذجي عن التمريض وتوقعات التمريض وكل شيء خاطئ عن التمريض. قال افكت ذا كواليتي، تاثيرها على جوده وعدد البيرسونال، الاشخاص اللي بيختاروا التمريض كمهنه، بتاثر على عدد الاشخاص اللي راح يصيروا وظيفتهم في التمريض. قال لي افكت بتاثر على الكونسيومرز تو، بتاثر على المستهلك اللي هو المرضى. از كيف؟ قال لي ذيس بورتريلز ديبريف، قال لي هذه الصور وهذه النمطيه وهذه النظره النمطيه، قال لي ديبرايف، تحرم الببليك، تحرم المجتمع من النولج، من معرفه ماني فايتال سيرفيس، بتحرم المجتمع من العديد من الخدمات الحيويه ذات نيس بروفايد اللي احنا كتمريض بنقدمها. فلما ينظر انك نظره سلبيه يقول لك انت مجرد ممرض، ما بعرفش انه مثلا عندك نولج علم، انت بتفهم في الابحاث كادوكيتور كمانجر فهذا ما بعرفوش هالشغلات، فهو بينحرم منها. هاي النظره السلبيه بتحرم المجتمع من اللي هو الخدمات الحيويه التي يقدمها الممرض. كمان ايضا قال لي ذيس بورتريلز، هذه الصور افكت بتاثر على الناس سيلف ايمج، على النظره الذاتيه للممرض. اندرماين هي اضعف، بتقلل، بتكون عنده لو سيلف استيم، لو سيلف كونفيدنس، ثقه في الذات، بتقلل في البليف تبعته والفاليو المعتقدات والقيم. فهذه النظره السلبيه للمجتمع ايضا بتاثر على الممرض نفسه، بيقلل من نفسه، من السيلف استيم ومن السيلف كونفيدنس ومن كل شيء. نيجي للبرو بروبوزال فور تشينجينج نيرسينج ايمج، في عندنا بروبوزال مقترحات، بروبوزالز مقترحات عشان نغير صوره التمريض. في عندنا مقترحين، مقترح ثلاثيه سميث ومقترح كالشيز، تمام كالايشز. المهم الاول هذا مقترح سميث، ايش بقول لي؟ قال لي بروبوزد ترايبريت ابروتش ذات انكلود، هو المشروع ذو الثلاث طرق لتحسين صوت التمريض. ايش بقول لي هذا سميث؟ قال لك بقول لك انه اول خطوه عم تعملها ترانسفورميشن اوف، الانتقال والتحول من السيلف ايمج
انتو بروفيشنال ايمج، يعني انك تنتقل من الصوره الذاتيه للنفس الى صوره احترافيه، انه انت كناس انت محترف. ها، من السيلف ايمج الصوره الذاتيه ينتقل الى البروفيشنال ايمج صوره احترافيه. فالتحويل من هذه تكون صوره ذاتيه الى صوره احترافيه. اثنين، ديفلوبمنت اوف فيفربل بابليك ايمج، يعني تطور الصوره الملائمه في المجتمع. In which presentation behavior، سلوك الشخص هذا، personal appearance، مظهر الشخص هذا، public relation، علاقات في المجتمع، كلها reflect بتعكس transforming self image. مش فوق احنا انتقلنا من self image للprofessional image، قال لك هاي الصورة الاحترافية انت بدك تعكسها للمجتمع، reflect تعكسها من خلال مين؟ سلوكك او شخصيتك وشكلك وعلاقاتك في المجتمع، تبين انه انت فعلا professional image. ثلاثة، expression of corporate self image، التعبير عن اتساق الصورة الذاتية، إن صورتك الذاتية متصلة فيك وملتصقة فيك. هاي ثلاث شغلات عشان نحسن الصورة الذاتية حسب إيش ثلاثية سميث. أما المقترح الثاني لو بحكي هذا إيش كالشيز، قال لي recommended وصى several approach، عدة نهوج، نهوجات أخرى to changing public image of needs، عشان يغير نظرة المجتمع عن التوريد. إيش اقترح هذا كالشيز؟ قال لك إنه develops skills، يطور مهارات مين؟ responding، مهارات الرد to questions about important issues. بده هذا، قال لك إنه طور المهارات الرد، كيف أنت ترد على أسئلة المرضى والناس عن القضايا المهمة. كل يوم كلنا كنا بسألنا إيش رأيك في كورونا، إيش رأيك في التطعيم، إيش التطعيم هذا. فبدنا نطور مهارات الرد على الأسئلة حول المواضيع الهامة أو القضايا الهامة والعامة. اثنين، writing letters، كتابة letters اللي هو رسائل. لمين؟ to editor، للمحرر of local news board، بدنا كتابة نتعلم كيف نكتب الرسائل لمحرر الصحف المحلية. اثنين، ثلاثة، قال لي submitting articles، إرسال مقالات about، حول النيرسينج، حول التمريض. تو small ايش papers، للصحف الصغيرة، والنيوزليتر، النشرات الإخبارية. فأنا أرسل مقالات عن التمريض والخدمات المقدمة ودور الممرض وما إلى ذلك. قال لي regularly using newspaper ايش calendars of event، بشكل منظم استخدم للنيوزبيبر وسائل الاعلام الكالندر، تقويم of event، المناسبات، يوم التمريض العالمي، يوم السرطان، يوم الضغط، يوم السكر، يوم مش عارف ايش. تمام، فانت تستخدم هاي الاحداث في الاعلام عشان تبين حالك. working within nursing agency، اعمل في مؤسسات او وكالات تمريض and professional organizing، وتنظيم مهني، كله بشكل منظم وممتاز. قال لي positive professional image، positive professional image يعني الصورة الإيجابية المهنية lies in، تكمن وين؟ في development professional practices. فقال لي إنه positive professional image وين تكمن؟ تكمن في تطوير المهارة العملية لدى الممرض. كمان قال لي literature اللي هو الأبحاث هذولا والدراسات أفرز بتاي مهمة جدا، جملة الأبحاث تعرض والدراسات إيش بتقول؟ بتقول three suggestions، أعطتنا ثلاث مقترحات عشان نحسن صوت التمريض. قال لي communication رقم واحد، اثنين public education، اثنين ثلاثة إيش الcombining. قال لك لما يكون النيرس عنده good communication ويقدم للمجتمع تعليم public education ويعمل combining حملات تهدف للشرع عن التمريض والمهنة والمضادين وكذا، هذا مقترح مهم وكويس حسب اللي تتشر عشان نحسن صوت التمريض. قال لي هنا how can nurses change negative ايش portrayals of nursing in the media، how can، كيف بامكان النس الممرض انه يغير النيجاتيف portrayals، الصوره السلبيه عن التمريض من خلال وسائل الاعلام. قال لي النيرسينج تدخلاتهم تتكون من اربع مراحل، انا كنيرس عشان احسن صوت التمريض في الاعلام في عندي اربع مراحل. اول مرحله getting organized، بدي اشتغل شغل منظم، اعمل لجنه ولجان ومتابعه وإشي رسمي عشان احسن التمريض في وسائل الاعلام، عمل منظم getting organized. اثنين monitors the media، مراقبه وسائل الاعلام، بدي اشوف واراقب كل وسائل الاعلام من تلفزيون واخبار وفيسبوك وانستا وتليجرام وتويتر وتلفزيون واذاعه وصحافه، وراجع اي صوره مسيئه للمهنه. ثلاثه reacting to the media، reacting الرد على وسائل الاعلام، لو انت شفت اي شخص من وسائل الاعلام عمل صوره سلبيه عن التمريض انت تفكر ترد عليه.
وتوصل إلهم، تتواصل معهم وريتشنج لإلهم عشان تحسن هاي الشغلة. أربعة، فوسترينج إمبروف إيمج، تعزيز الصورة المحسنة. لقيت شخص أنا عامل مشاركة تمريض حلو، اعمل له مشاركة، ابعته لأقاربك، اعمل له نشر توعية، فحاول تعزز أي صورة بتحسن صورة التمريض. قال لي هنا احنا كيف نعمل كنيس بامكانه يغير الصوره السلبيه عن التمريض في وسائل الاعلام. قلنا 4 خطوات: getting organized, monitor the media, reacting the media to the media, and fostering improved image. قال لي to reach the previous step، عشان انت توصل لهي الخطوات الاربعه، the following action are useful. في عده خطوات او شغلات بتساعدك عشان انت توصل فعليا لتغيير صوره التمريض في وسائل الاعلام. ايش بدك تعمل؟ هذا شغل في الاعلام نعمله، احنا بدنا نعمله يعني. اول شيء organize committees in work setting، اعمل لجان في اماكن العمل، في المستشفى، في الاداره، في الجامعه، اعمل لك لجنه. ايش؟ لجنه تنظيميه عن ايش؟ عن هيك شغله. قال لي هوسبيتال، تضم هاي اللجنه المستشفيات، ايجنسيز مؤسسات، نقابات، سكول اوف نيرسينج، جامعات تدرس تمريض، كليات تمريض، مدارس التمريض، او اي اورجانيزيشن اخر. فاول شيء اعمل ايش؟ اورجانيز كوميت، يعني اعمل لجان في اماكن العمل بتضم الايجنسيز، الهوسبيتال، السكول اوف نيرسينج، واذر اورجانيزيشن. اللي ديس جروبز، هذه الجروبات اللي منها بتاعت اللجان، كان امبريك، ممكن تشرع، تبدا في الشروع اون سيستميك ايفورت، تبدا في جهود منظمه تو ايش؟ عشان تعمل مونيتور، مراقبه، ات بوث، ده تراقب شغلتين، اللوكال اند ناشونال ليفل، المستويات المحلية والعالمية، the forms of mass communication، وتراقب أشكال الاتصال الجماهيري من تلفزيون، التلفزيون، motion picture، صور متحركة، novels، روايات، newspaper، صحف، مجازين، مجلات، راديو، إذاعة تلفزيون وراديو، كل هذولا أنا ككومت لجان بدي أعمل مراقبة عليها. يعني after words نيس ماست ميك ابروبريت، بعد الكلام، يعني بعد ما انا سمعت هذا الكلام، رقبت التلفزيون والمجلات والصحف، بعد هذا الوردز كلام، قال لي ماست نيرس، يجب على الممرض انه ميك، انه يعمل ابروبريت مناسب، اند تايملي ريسبون، استجابه، يعني استجابه مناسبه، يقدم رد فعل او ردود على هذه التلفزيون والاخبار والشيء، في اي شيء طلع على التمريض. لقيت انا مثلا فيديو، لقيت مثلا صور متحركه عن التمريض، انا كنيس شفت وحضرته، بدي انا اعمل ايش؟ اقدم رد مناسب وفي الوقت المناسب هذا الشيء. قال لي ذات ريسبكتيف، على التوالي، يكون كومنت يعني اثني عليه واشكر فيه، اشكر فيه، او انه يكون ايش؟ يكون ادين، كوندم، كوندمن، استنكر وادين هذا الفعل. لكن انا صور متحركه بتحسن للتمريض، اشكرها واحكي عنها واشجع الناس تحضرها، لقيت صورة متحركة بتصير التمريض، بدي أدينها وأستنكرها وأقولهم يبدو عنها وأحاول أعزر وأستنكر وكذا. قال لي اعمل استدانة، يعني اعمل اللي هو ثناء أو استنكار لمين؟ للبورت رايلز أوف نيس، للصورة عن التمريض، which include، اللي بتتضمن كيف عم تعمل ثناء أو استنكار عن اللي بيصير. قال لي من خلال writing letter of بروستس، يعني كتابة خطاب، هذا الخطاب رايتنج ليتر، كتابة خطاب، إما بيكون هذا الخطاب بروتست، احتجاج، خطاب احتجاجي، أو برايز، مدح، خطاب مديح، مديح أمدح اللي بيصير، أو خطاب احتجاج على اللي بيصير، عامين على بيصير اللي صار هذا، and director editors or other، أعمل خطاب احتجاج أو مدح لمين؟ للجدار اللي صار، أو لمدير التحرير، مدير الإذاعة، أو لغيرهم من الأشخاص. اللي فينا كمان several occupational interest group، العديد من تسعى، العديد من مجموعات المصالح المهنية are seeking، تسعى to influence their media image، اي مجموعات لها مصالح مهنية تسعى دائما تحسن صورتها الإعلامية. إنهم اليوم كل شغل، كل وظيفة إلى اليوم صفحة على الفيسبوك، تحاول تحسن صورتها وتحسن عملها. The top decision makers، الرئيس الكبير، الرأس الكبير في صنع القرار في الميديا اندستري، في وكالة الإعلام، الرأس الكبير، سطر صانع القرار في الوسائل الإعلامية، are the key person to contact، هو الشخص الرئيسي اللي تتواصل معه. قال نيوز بيبر اند ماجازين بابليشرز، الناشرين في الصحف والمجلات، اند اديتورز، واللي هو المحررين، لازم انا اتواصل معهم، كونتاكت، اتصل فيهم. قال الناس must positively faster a positive image، انا كناس لازم ايش؟ بشكل إيجابي أسرع الصورة الإيجابية عن التمريض.
كونفرنس المؤتمرات ذات برينج، وين في مؤتمرات تجمع برينج، تجمع بين الناس المنظم والميديا اكسكيوتيف مديري الاعلام، تجمعهم مع بعض تو اكزامان عشان يفحصوا الايمج اوف نيلسن، يفحص صوت التمرين. اعمل انا مؤتمرات تجمع بين المنظمين ومدراء الاعلام عشان يفحصوا مع بعض اللي هو الصوره عن التمريض في الاعلام in very effective strategy باستراتيجيات ذات فعالية عالية. offering media consultation، أقدم استشارات إعلامية. يعني لو أي واحد مثلا مخرج بده يعمل فيلم عن فيلم معين، وكان في الفيلم لقطة عن التمريض، لو طلب استشارة لنا كيف التمريض، إيش بتعمله، إيش أعمل، نقدم له استشارة اللي يبين صورة التمريض بشكل إيش، بشكل ممتاز. award and prizes اللي هو جائزة أو الثناء، تقدر يعني تعطي جائزة وتقدم ثناء للأشخاص. قال لي هي أدر استراتيجية، استراتيجيات أخرى الناس المنظر كان يوز ممكن يستخدمها to reward positive media، reward لمكافأة البوزيتيف ميديا ديبكشن، لمكافأة الوصف أو التصوير الإعلامي الإيجابي عن التمريض والممرض، أكافئهم. Another type of award or prize، نوع آخر من اللي هو الجوائز، تقديم الجوائز أو الثناء، هو is offered، تعرض وين، writing contest، في مسابقة الكتابة. أعمل أنا مسابقة عن الكتابة، writing contest مسابقة كتابة، لمين، للجورناليست، للصحفيين، للأوثرز المؤلفين والمنتجين، البروسيجر، هذول كلهم عملهم مسابقة عن الكتابة، مين يكتب أحسن مقال عن التمريض، أحسن قصة، أحسن إشارة عن التمريض، أعطيهم جائزة وأثنى عليهم. قال لي talented nurse authors، في عندنا ممرضين مؤلفون موهوبين، تلاقي عندك في القسم، في المستشفى، في الجامعة، طلاب، ممرض بيألف وهو بيكون موهوب جدا، هذا لازم أنا إيش؟ أونورد أكاديمي. قال لي هيلث انفورميشن كولومونز، أعمدة المعلومات الصحية والبروجرام والبرامج هذول بتاعت الصحية في اللوكال ميديا كانالز، في قنوات اللي هو الإعلام المحلية، هي طريقة أخرى، أنذر ميثود اوف ريتش، عشان توصل للببليك، للمجتمع، وذ بإيش؟ ببوزيتيف امبريشن، بانطباع إيجابي اوف ذا بروفيشنال مان. فقال لي انه اعملت اللي هو معلومات الصحه والبرامج الصحيه للقنوات الاعلاميه المحليه، هي طريقه اخرى عشان توصل للناس بصوره او بانطباع ايجابي عن المهنه. ذا نيرسينج كارير ليتريتشر، ادب المهنه التمريض، برايمري بشكل يعني اساسي، بوكس ان سكول، كتب في المدارس، بابليك ليبرز، المكتبات العامه، which represent التي تقدم the professions، التي تقدم المهنة لمين، to prospective nurse، للممرض المتقدم، يعني لطالب التوجيهي اللي ممكن يكون ممرض، تمام. قال لي انه في بعض الكتب، بعض الاماكن العامة، مكتبات عامة بتقدم معلومات عن التمريض، بتقدم معلومات عن للناس اللي بدهم يدخلوا تمريض جديد، تمام، is sorely sorely is in need، يعني قال لك انه هي بحاجه ماسه ابديتنج، للتحديث اند ريجنال مراجعه، اراجعها واحدثها واراقبها، لانه هي بتقدم معلومات وبتقدم المهنه للناس، ولمين، للبروسبكتيف ناس. سيكينج نيوز كفرج، السعي لايش، البحث عن تغطيه اخباريه. سيكينج نيوز كفرج، البحث عن تغطيه اخباريه اوف ريل لايف ايفنت، للاحداث الحقيقيه الحياتية، حول مين؟ حول النيرسينج، حول التمريض. يعني انك تعمل تغطية اخبارية للتمريض، ايش بيصير في المستشفى، ايش وظيفة الممرضين، والاحداث اللي بتصير في المستشفى على الممرض، هي important dimension، يعني هو جانب مهم جدا of actively upgrading our image، عشان نحسن بشكل فعال صورتنا في المجتمع. Nurses spokesperson، المتحدث باسم التمريض، should be ready accessible، لازم يكون دائما متاح ويمكن الوصول إليه، حتى during night، حتى أثناء الليل أو في المورنينج الصباح. Talk shown appearance، قال لك مظهرك اللائق أنت، شكلك، is another effective strategy، استراتيجيات أخرى، to present nursing issues to public، هي استراتيجيات أخرى عشان تقدم التمريض للمجتمع. زي ما قال الدكتور مثل بيقول، مر عن عدوك جعان وما تمضش عنه عذيان، لانه العدو بيشوفش انك انت جعان، لكن لما تمض انت عليه عذيان بيفضحك وبيعرف انت ايش شكله. فقال لك كان انه مظهرك انت ممتاز جدا بينه للناس، ويكون ممتاز من عكس من التمريض.
قال لي يا زلمي ايه ذي مسج، ممكن الممرضين يطلعوا في ايش، في بث مباشر اند اناونسمنت، وفي الاعلان، وان الراديو يطلع على الراديو او على التي في التلفاز ثرو بابليك سيرفيس ايش اناونسمنت، من خلال اللي هو اعلان الخدمه العامه، يطلع في بث مباشر او في الاعلانات وكذا او لقاء تلفزيون او على الراديو. قال لي كامبينينج الحملات، تعمل حملات انها امبروف، تحسن صوره الناس الممرض، هي نيد محتاجه لمين؟ محتاجينها للاول ليفل، لكل المستويات. This will differ، لما انا بدي اعمل حملات توعويه عن التمريض لكل المستويات العمريه راح تختلف differ in their focus، راح تختلف في تركيزنا احنا and approach، في نهجها راح تختلف في التركيز والنهج تبعها، ولكن but should use a key phrase، لازم هاي الاعلانات او الحملات تستخدم كي فريز عبارة رئيسية. زي ايش؟ في عبارتين مشهورين عندنا، نيرس سيف يور هارت، الممرض بيحافظ على قلبك، او عبارة احلى منها نيرس ذا هارت اوف هوسبيتال، الممرض هو قلب المستشفى، لما كانوا يقولوا دكتور از ذا مايند اوف هوسبيتال اند ذا نيرس از ذا هارت اوف هوسبيتال، الطبيب هو عقل المستشفى لكن الممرض هو قلب المستشفى. انت بدون عقل ممكن تعيش لك معاق وميت وكذا، لكن بدون قلب بتموت، بدون قلب ايش؟ بتموت. والمستشفى هيك، الممرض هو قلب المستشفى، بدونه المستشفى بتموت. في هنا مش مطلوبه هذه، البوتونز ميت بي وورن، ممكن تلبس الازرار الملابس يعني، كاردز بليس اون بيشنت تريز، وضع البطاقات على صواني المرضى، ساين بوستد اون بيوليتين بوردز اند دورز، اللي هو اللافتات على لوحات الاعلانات وعلى الابواب، تحط لافتات تمريضيه وإشي زي هيك، يعني تحط فيها مثلا ذا نيرس، النيرس ذا هارت اوف ذا هوسبيتال وما الى ذلك. في اذر استراتيجيات اخرى، انكلود ذا نيرس اوف ايش؟ بروشيرز، اللي هو الكتابيات الصغيره، بوس بوسترز، ملصقات الطابعات، بس بوستر، حط علق زي ما بعلقوا على البصات اليوم اسماء مطاعم وشركات، تعلق عن التمريض ولفت عن التمريض، ستامز طوابع، بوست كارد بطاقات بريديه، هذه كلها بروموت بوزيتيف ايمج عن التمريض، بتحسنه وبكون ممتاز. هيك عرفنا كل الاستراتيجيات، هي اغلبها فيهم يعني، والله يعطيكم العافيه، السلام عليكم.